حتى أعوام قليلة خلت، ظلت الأجسام الفضائية الطائرة مجرد مسحة تتعلق بالخيال العلمي. لكنه قبل عامين بدت هذه الأجسام التي عرفت بالأطباق الطائرة هاجساً كبيراً لدى الولايات المتحدة من احتمالية تهديد أمنها القومي. الأمر وصل إلى البنتاغون الأمريكي الذي خصص فرقة عمل لم تكن مهمتها سوى تحليل واكتشاف تلك الأجسام الغامضة. نتائج هذه الفرقة سرعان ما اقتربت من الواقع برصدها 144 جسماً غريباً في سماء أمريكا خلال العام الماضي. وفي سابقة لم تحدث منذ 50 عاماً، ناقشت لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع علنية بشأن الظواهر الجوية غير المعروفة. غير أن هذه المناقشات ظلت حبيسة الأوراق حتى تجلت أمارتها في سماء البلاد بظهور المنطاد الصيني في 4 فبراير الجاري. لكن مخاوف واشنطن لم تنتهي عند ذاك المنطاد، إذ أعقبه ظهور 3 أجسام طائرة غامضة في المجال الجوي الأمريكي. كان آخرها جسم ثماني الأضلاع أسقطته مقاتلة أمريكية من طراز F-16 فوق بحيرة هورون على الحدود الأمريكية الكندية بأوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن بين تكهنات لا حصر لها حول طبيعة تلك الأجسام، تصاعد تكهن بعينه متمثلاً في كون هذه الأجسام كائنات فضائية قادمة من خارج كوكب الأرض. فهل باتت أمريكا على مقربة من حرب الكائنات الفضائية؟